جدا يوم 10 11 2019 حدث يعني بالنسبه لنا كاهلاويه هو حدث مهم جدا مش بس الاهلاويه الاهلاويه وكل محبي لعبه كره القدم في مصر كلها علشان ذكرى ميلاد واحد من اهم لعيبه كره القدم في مصر وفي النادي الاهلي وهو الكابتن احمد فتحي كابتن احمد فتحي بنقول له كل سنه وانت طيب وعقبال 100 مليون سنه يا رب دايما بالنجاح وبالتوفيق ربنا يبعد عنك شر الاصابات ودايما يعني مشرف الكرة المصرية ومشرف الكرة الأهلوية ودايما هنفضل نقول لك هنا في قناة الأهلي كل سنة وانت طيب يا جوكر 10 نوفمبر 84 يعني مولد نجم كبير جدا اسمه أحمد فتحي أحمد فتحي مواليد مدينة بنها بالقليوبية بدأ مشواره مع كرة القدم في قطاع الناشئين بنادي بنها وانتقل منه إلى نادي الإسماعيلي في عام 2000 طبعا ما كملش موسم واحد مع نادي الاسماعيلي بعدها دفع بيه الكابتن محسن صالح المدير الفني لنادي الاسماعيلي في هذا التوقيت في اولى لقاءاته مع نادي الاسماعيلي امام طبعا القناه في الجوله رقم 22 بتاريخ 16 مارس 2001 بدلا من الكابتن طارق مصطفى نجم نادي الزمالك ونجم نادي الاسماعيلي في هذا التوقيت والمدرب العام للمنتخب الوطني احمد فتحي باشتراكه في هذه المباراه لعب وهو عنده 16 سنه واربع شهور وست ايام و... واصبح واحد من اصغر لاعبي كره القدم اللي شاركوا في لقاءات الدوري المصري الممتاز. احمد فتحي لعب في الاسماعيلي حتى نهايه موسم 2006 2007 لعب مع الاسماعيلي ثمان مواسم قاد فيهم الفريق للتتويج بلقب الدوري 2001 2002 وجه وصيف للدوري ابطال افريقيا في موسم 2003 ودوري ابطال العرب 2003 2004 وصيفا لكاس مصر 2003 انتقل بعديها الى شيفيلد يونايتد في يناير 2007 شارك معاه في ثلاث لقاءات في مسابقه الدوري بعدها انضم للاهلي في في مطلع موسم 2007 2008 ولكنه اعير في بدايه الموسم الى نادي قاظمة الكويتي لعب له في 21 مباراه سجل فيهم هدف واحد رجع للاهلي في 2008 وبعدها راح إعارة إلى نادي هال سيتي في 2013 ولعب موسم واحد بقميص أم سلال القطري في موسم 2014-2015. أيضا الجوكر لعب بقميص هال سيتي سبع لقاءات في دوري درجة ثانية الإنجليزي ولعب 23 مباراة بقميص أم سلال منها 17 مباراة في الدوري سجل فيها هدف واحد فقط. نتكلم على بطولات الجوكر دي كانت يعني مشوار الجوكر عبر الانديه سواء في الاحتراف او في المحليات نروح مع الجوكر لبطولاته ونشوف الانجازات اللي حققها على المستوى الشخصي وعلى مستوى النادي الاهلي في البدايه مع الاهلي اكيد طبعا الحقبه الاكثر تميزا لاحمد فتحي في طوال مشوار تاريخه حقق مع النادي الاهلي 12 عبر 12 عاما لعب او حقق 8 دوري وكأس مصر في مرة واحدة والسوبر المحلي ست مرات ودوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات وبطولة الكونفدرالية مرة والسوبر الأفريقي مرتين، لعب مع الأهلي 336 مباراة سجل فيهم 26 هدف وساهم في أكثر من 65 هدف. لعب 205 مباراة في الدوري سجل فيهم 16 هدف. هدفه يعني من اهم اهدافه واللي اكيد كلنا فاكرينه ولا يمكن ننساه ابدا هدفه في طلاع الجيش في موسم 2009 واللي كان سبب في فوز النادي الاهلي بلقب الدوري المصري الممتاز بعد مباراه كانت صعبه جدا الجيش تقدم بعديها الاهلي تعادل وبعديها احمد فتحي احرز هدف الفوز وهدفه في الزمالك 2008 احمد فتحي مع النادي الاهلي لعب 19 مباراه في كاس مصر سجل خلالهم أربع أهداف وصنع ثلاث أهداف أشهر أهدافه طبعًا هدفه في المصري عام 2017 واللي أيضًا الأهلي توج بيه أو كان سبب في تتويج النادي الأهلي بلقب كأس مصر، لعب ست مباريات في مسابقة السوبر المحلي. طيب آه زي ما حضراتكم شايفين ده هدف من أهم أهداف أحمد فتحي في مسابقة كأس مصر في موسم 2017 لما فاز النادي الأهلي على نادي المصري وكان سبب طبعًا في سبب في فوز النادي الاهلي بكاس مصر ثاني نقول كابتن احمد فتحي كل سنه وانت طيب يا جوكر ودايما يا رب من نجاح لتوفيق ويبعد عنك شر الاصابات وربنا يوفقك مع المنتخب الوطني طيب اكيد طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل مناسبه لما بي... لما بيكون في مصادفة